ايه رأيك في الجمال ده؟ بطاريخ في منتهى الجمال والمسقعة، وده غدانا النهاردة. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هنعمل مع بعض، انا ما كنتش ناوي اصور بس للأسف مزاجي وحش شوية، قلت اما اصور معاكم فيديو افك عن نفسي. جايبه هنا، كنت جايبه قراميط ومعانا جوز بطريق، قلت اعملهم للغدا معاهم. هننزل البطريق في الزيت، معلقتين زيت او معلقه سمنه بس. البطريق اولا من الاكلات الجميلة جدا، ده في مطاعم هنا في بورسعيد، في مطاعم مخصوص للبطاريخ. اول ما نشوح البطاريخ هننزل عليهم بمعلقتين بصل. ثلاث معالق بصل اهم محترمين، وننزل عليهم ورقة ملح وفلفل اسود والملح. اكتر من كده اختواله مش هحط. الشواحت بالطماطم بالبصلة، هنحط حتتين فلفل كده بصار، لان انا للاسف ما عنديش فلفل. وهنحط يجي نص كوباية طماطم مفرومة في الكب بس ناعمة شوية. اكتر من كده في البطاريخ مش هحط اي حاجة تانية، كده هتتشوح وتستوى معانا وتبقى تمام التمام. وسايباها ببعضها عشان ما تتهرش، انا عايزاها الواحدة بوحدتها كده، وبعد كده لما تسويها تقطعيها براحتك. شفت الواحدة في منتهى الجمال. جوز حمام في قلب الطاسة، وهنعمل وياها يا حبايبي، هنعمل وياها جبن زيت على النار وبرنجان مقطعاه، هعمل مسقعه، انا قاعد من ملح اعمل طبق مسقعه. حاجه بتاكل جنبها وخلاص. على ما البرنجان يتحمر اكون ايه عملت التسبيكه بتاعت المسقعه. معانا معلقتين ثلاثة زيت، وهننزل عليها بالبصل، انا بحب فعل البصل كتير شوية. البصل بتاعنا حطيت له معلقة ملح، وحط له كمان فلفل اسود ومرقة الدجاج دي بتاع ايه المسقعة. قرنان فلفل اخضر، ومعانا الطماطم بتاعتها. الطماطم دي ضربها في الكبة، هنسيبها لما تستوى على الاخر مع نفسها كده، وهنحط البرنجان عليها. البرنجان بتاعنا الصلصة بتتحمر بتتسبك، والبرنجان بتاعنا شفت اللون بتاعه ومش شارب ولا نقطة زيت.
معانا ورقة مطبخ ما بستغناش عنه في المطبخ بتاعي، وهنطلع الباذنجان كله. شفت الجوز البخاريق في منتهى الجمال. الصلصة دخلت على التسبيكة خالص، هاخد معلقتين كبار كده، هعمل لولادي بيحبوا الشكشوكة. شفتوا بقى عملنا كام صنف من حاجة قليلة جدا جدا جدا، وهننزل بين كمية البرنجان. صفته من الزيت خالص، هديله تقليبة واحدة ونقطة مية. وكده شكل أكلنا النهائي في منتهى الجمال وعلى قد الحال، ويقضي بالعمل وجميل جدا جدا. البطاريخ دي في منتهى الجمال، بس ما عرفتش الصلصة بتاعتها جميلة، والمسقعة، وهنا كاتشب للي عايز من ولادي، وعاملة بصل وبطاطس محمرة وشكشوكة جنبها، وهنا المايونيز. وكده ننهي الحلقة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، ومع ألف سلامة واللايكات يا حبايبي.